تفضل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين فشمل برعايته الكريمة في مبنى القيادة العامة حفل توزيع الأوسمة التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنحها لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين بمناسبة احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى 52 على تأسيسها، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع. وقد جرت مراسم توزيع الأوسمة حيث تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم وسام البحرين من الدرجة الأولى لعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وفي هذا الصدد نقل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للضباط المكرمين، وهنأهم معاليه بهذا التكريم مشيدا بما يبذلونه من عمل دؤوب مثمر وبروح معنوية عالية في خدمة قوة دفاع البحرين، متمنيا معاليه لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم العسكرية لخدمة مملكتنا الغالية. وقال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله تعالى ثم بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه غدت قوة دفاع البحرين درعا حصينا وقوة منيعة تحمي الوطن وتصون مكتسباته متسلحة بالإيمان والإخلاص والقيم الاجتماعية البحرينية الأصيلة، فضلا عن أنها تعد من الركائز الثابتة والأساسية الداعمة لنهضة الوطن وتطور عجلة التنمية فيه، مضيفا معاليه أن هذا اليوم العظيم يمثل حجر زاوية في تاريخ قوة دفاع البحرين، إذ نستذكر الجهود الحثيثة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في تأسيس وبناء قواتنا المسلحة الباسلة منذ الضوء الأول الذي أضاء دروب الشموخ والعزة لوطننا الغالي، حيث أضحت قوة دفاع البحرين قوة وطنية تسير بخطى كبيرة وثابتة نحو مدارج الرقي العسكري والتطور الإداري، وذلك بتضافر وتفاني جهود رجالها البواسل من ضباط وضباط صف وأفراد هذه القوة الأبية. وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الأمر الملكي السامي رقم 5 لسنة 2020 بمنح وسام البحرين من الدرجة الأولى لسبعة من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، كما صدر عن جلالته الأمر الملكي السامي رقم 6 لسنة 2020 بمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى ل42 ضابط، ومنح وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الثانية ل327 من ضباط الصف والأفراد. الذكرى 52 لتأسيس قوة دفاع البحرين، هذا الصرح الوطني الشامخ بعطاء منتسبيه وحنكة قيادته التي عملت على تأسيسه تأسيسا متينا وتأهيل كوادره ومنتسبيه ورفع جاهزيتهم القتالية والدفاعية ليكون دائما الدرع الحصين لحفظ أمن واستقرار المملكة في مختلف الميادين بتوجيه ورعاية دائمة ومستمرة من قبل سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين أيده الله ورعاه. بواسل قوة دفاع البحرين ضباط كانوا أو أفراد عملوا منذ التأسيس بتوجيهات سديدة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، عملوا على تعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين مختلف الوحدات والأسلحة من خلال تدريب متقن للعناصر البشرية وتأهيل احترافي للعناصر المقاتلة التي برهنت على كفاءتها في ميادين الفداء والتضحية داخل وخارج البحرين. ومنذ إنشاء قوة دفاع البحرين
قامت بكل عزيمة بدورها المحوري والمهم في حفظ أمن المملكة واستقرارها وصيانة استقلالها وسيادتها على أراضيها بكل اقتدار، ولم يقتصر دورها على ذلك فقط، حيث تقوم القوة بتنفيذ مهامها في الدفاع عن مصالح المملكة والمهام الموكلة إليها خارج المملكة لمساندة الأشقاء والأصدقاء من دول المنطقة، وذلك من منطلق ما يفرضه واجب التضامن والتعاضد في مواقف تاريخية شاهدة على مكانة البحرين ومواقفها الراسخة لحفظ الأمن والسلم الدوليين. قيادة قوة دفاع البحرين لم تغفل يوما عن الاهتمام بمنتسبيها في مختلف الوحدات والأسلحة، حيث تعمل بتكامل وتكافل مع مختلف الجهات التنموية المعنية في المملكة لتوفير كافة الخدمات الأساسية، ومنها السكن الملائم والمريح وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها لمنتسبيها تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ونهج المملكة الرشيد في تسهيل الحياة للمواطن الكريم الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة لهذا الوطن العزيز. ذكرى الفخر الخالدة، ذكرى القوة الشامخة والدفاع المتين، صرح من العزة والكرامة شيدته سواعد أبناء مملكة البحرين منذ الضوء الأول وصولا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها منتسبو قوة دفاع البحرين في مختلف المجالات. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.